بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إليكم هذه الومضة العلمية الرقمية في سورة النمل. كلنا يتساءل عن سر الحروف المقطعة، ماذا تعني؟ مثلا ألف لام ميم، ألف لام راء، حاميم، طاسين، طاسين ميم، ماذا تعني يعني؟ الملحدون يقولون هذه حروف لا معنى لها، وهي ألغاز وخزعبلات كما يزعمون. ولكن عند البحث والتدقيق في القرآن الكريم نكتشف أن هذه الحروف تشكل منظومة رقمية رائعة جدا، هي دليل على أن القرآن محفوظ برعاية الله. القرآن لم يحرف أيها الأحبة، والدليل هذه الأحرف، لأنه لو تم زيادة حرف أو التلاعب بجملة أو بكلمة لاختل هذا البناء العددي المحكم. اليوم أنا سأعطيكم فقط ومضة صغيرة جدا، وهي يعني قطرة من بحر إعجاز القرآن العظيم. سأفتح برنامج الإحصاء، هذا هو. أنا سأختار أيها الأحبة سورة النمل التي رقمها كم؟ 27. هنا هذه هي سورة النمل، كم آياتها؟ 93. إذا احفظوا هذين العددين أيها الأحبة، العدد 27 رقم السورة وعدد آياتها 93. إذا 27 93، هنا دققوا معي أيها الأحبة. هذه آيات السورة، الآية رقم 1، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، وهكذا الآيات حتى آخر آية. هنا آخر آية أحبتي، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إذا هذه آية تقول لنا إن الله سيريكم بعض الآيات، آية يعني معجزة، آياته أي معجزاته، دلائل قدرته في هذا الكتاب العظيم التي تثبت أن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى. طيب، ما علاقة رقم السورة وعدد آياتها بالحروف المقطعة؟ دققوا أيها الأحبة. سأعود هنا إلى بداية السورة. نحن نرى أن السورة بدأت بحرف طا سين، الطا والسين، إذن تبدأ بطا سين. طيب، هل يمكن أن يشكل هذان الحرفان علاقة مع رقم السورة وعدد آياتها؟ نحن نعلم أن كل سورة في القرآن لها ترتيب رقم يعني وعدد آيات، كل سورة لها رقمين مميزين أو رقمان مميزان، الترتيب ضمن 114 سورة، الترتيب وعدد الآيات، كل سورة لها هذين الرقمين. سورة النمل لها رقمان 27 و 93. 27 هو الترتيب و 93 هو عدد الآيات. الآن أيها الأحبة، أنا أحب أن أبحث هنا عن حروف طاسين في هذه السورة فقط. سأقوم بتحديد كل آيات السورة، أنا الآن أقوم بتحديد آيات السورة، حددتها. الآيات المحددة 93، انظروا أيها الأحبة، حرف الطاء هنا كم مرة ورد؟ هنا انظروا على اليسار، ورد 27 مرة. سبحان الله، حرف الطاء ورد 27 مرة، نفس ترتيب سورة النمل. الآن حرف السين، هل يمكن أن يكون له علاقة بعدد الآيات؟ دعونا نتأمل. انظروا أيها الأحبة، هنا حرف السين، هنا أحبتي في الله، هنا كم مرة يتكرر؟ 93 مرة. إذن حرف الطاء يتكرر 27، وحرف السين 93.
إذن السورة تبدأ بطاسين، والطه تتكرر بنفس رقم ترتيب السورة 27، والسين تتكرر بنفس عدد آيات السورة 93. والله أيها الأحبة، لغة الكلام تعجز عن وصف إحساس المؤمن الذي يكتشف مثل هذا الإعجاز القرآني، ولا يمكن لنا في هذا الموقف إلا أن نقول كما قال الله تعالى في آخر السورة هنا: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العلم كل من يشاهدنا ويستمع إلينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.